12 كيلو تقريبا ممشى ايه ومطاعم ايه ومش عارف محلات ايه، ومفيش محلات نص نص، لا 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 مش مسموح. المجتمع اللي هنا مش مسموح، انا جايب له او جايه المحلات الاسماء اللي حضرتك في خيالك. وانا هناك بعض المهندسين اللي كانوا معانا وبيشرحوا لنا محلات يعني موجوده في مصر محترمه طالبين، قال لهم لا ده معمول ليه؟ لانه انت عايز كده، اللي جاي هنا دافع ده عشان يلاقي ده. وعايز اقول لكم هتشتغل ل 12 شهر، مش شهرين في السنه 7 و8 زي ما احنا دلوقتي شغالين مصر كلها في الساحل الشمالي، لا انت ل 12 شهر شغال تاني، وعندك جامعات وعندك مش عارف ايه حاجات كتيره، كل ما في خيالك. مجلس الوزراء ما اشتغل اجتمع من اسبوعين، قصر للرئاسه، قصر للرئاسه حاجه بسم الله ما شاء الله برضه يبقى موجود هناك، وكل ده موجود، الدوله موجوده. بدي حضرتك مثل على العالمين ان احنا بنشتغل، مفيش حاجه بتوقف مصر، مفيش حاجة بتوقف البلد، مفيش حاجة توقفها، بلد شغالة ومستمرة. حضرتك بتعمل ده في العالمين؟ اه. وبتعمل في العاصمة الجديدة؟ اه. وبعمل في المنصورة الجديدة، والمنصورة دلوقتي فيها أبراج مش عايز أقول لكم تنافس إيه، وفنادق عالمية في المنصورة الجديدة. اه. وبعمل فين تاني؟ وبعمل في بلدي في قرية شطورة، وبعمل في قرية مش عارف ايه في شيخ مكرم في سوهاج، وقرية ايه في اسيوط، وقرية ايه في المنيا. يبقى هنا الدولة بتعمل للمواطن البسيط جدا فقير جدا اللي هو مش لاقي، وبعمل اللي معاه. يبقى انت هنا بتقدر تعمل التوازن ده، لا نسيت ده ولا نسيت ده، الاتنين بالنسبه لي انا شايفهم. بس ده اللي معاه فلوس انا بعمل له لان هو بيدفع بيشتري، بس المواطن اللي محتاج اللي في قريتي واللي في النجوع واللي محتاجين انا بعمل له من غيرهم يدفع حاجه. انا اللي رايح اعمل له، انا رايح ابني له بيته، زي ما كنا عاملين حلقه من يومين ومعانا الجمعيات اللي بتشتغل، وشوف وريناكم البيوت كانت قبل وبعد والتاريخ. وخلوا بالكم يوم ما انا اتكلمت وكنا بنتكلم في هذه المبادره الخاصه بحياه كريمه، ويعني ايه حياه كريمه، وناس والله من بره مصر لقيتهم بيكلموني من بره مصر، هم زعلانين انه ازاي الناس دي بقى لها 30 40 سنة كده ومحدش كان باصص لهم، ومحدش كان رايح لهم، محدش كان بيتكلم معاهم، ولا حد كان بيعمل لهم بيت زي اللي اتعمل دلوقتي. اللي عمله مين؟ الرئيس. الرئيس اللي عمل. مين اللي عمل يعني؟ هو مين اللي اطلق؟ هو مين اللي كلف الناس؟ هو مين اللي قال شافوا لي الناس دول احوالهم ايه؟ نبقى امناء واحنا بنتكلم، ومفيش ما حاجه تخلينا نبقى قلقانين ولا لا 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 على الاطلاق اطلاقا، بالعكس يعني. وعرضنا لحضراتكم البيوت والاسر اللي كانوا بيتكلموا، وعرضنا البيوت الجديده لما اتعملت، وعايزين اكتر تاني اكتر، ونستمر في ده، والدوله تستمر. ايوه بتستمر في ده. ما حضرتك بتاخد عشان تقدر تعمل ده، بتاخد فلوس من الناس اللي معاهم فلوس، اللي بيشتري هنا واللي بيشتري مع ملايين وبيشتري ويشتري حاجات كتير عشان اقدر اعمل حاجات، حاجه ببني باخد وابني، ما بتاخدش حاجه من لا الموازنه ما فيهاش حاجات كتيره، ما فيهاش الناس الجمعيات اللي شغاله، فكله بيشتغل، دي منظومه شغاله فيها البلد. فالبلد هنا تشتغل على كل الاتجاهات. لما سيادة الرئيس النهارده يتكلم تحديدا عن الدول بتقوم بايه؟ بالتخريب؟ بالهدم؟ بالارهاب؟ لا،
ان احنا نبني ونتعلم ويبقى عندنا صحة كويسة وعندنا كمان تكاتف. دي الدول. طيب اللي بيعمل ارهاب هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ بيعمل ارهاب زي اللي حصل والداخلية يعني في وهم بيشتغلوا على التحقيقات ومعلومات والنيابة بتحقق في هذا الحادث. هنقدر نعرف كل التفاصيل الفترة القادمة. ولكن احنا والرئيس اتكلم النهاردة بوضوح وهقول لحضراتكم وسمع حضراتكم طبعا التصريحات سيادة الرئيس النهاردة لانها رسائل كتيرة. رسائل خاصة بهذه الجماعات الارهابية. واحنا بنهزمهم. ايوة بنهزمهم. ان احنا بننتصر في معركتنا. نعم بننتصر. بس خلي بال حضراتكم. حضرتك ما في بلد في العالم قدرت تنهي حاجة اسمها الإرهاب. من أول أمريكا لبريطانيا لفرنسا لألمانيا. كل مفيش دولة الإرهاب موجود وبيزيد. مين بيزيد؟ هو أنا اللي بقول ده لسه الأمريكان امبارح لسه بيبشرونا بيقولوا خلوا بالكم تنظيم داعش بي 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 ما لم يتم القضاء عليه، بالعكس بيتطور وبيقوى اكتر وبينتشر في العراق مرة اخرى وفي سوريا مش عارف ايه. طب الله، طب ما هو لسه كان من شهرين ثلاثة بيقولولنا خلصنا وقضينا قدام موضوع ايه هو. طبعا واضح انه التدخلات اللي حصل الفترة اللي فاتت ومين بيعمل ايه ومين بيودي الجماعات وبينقل عمليات النقل والحاجات اللي حضراتكم عارفينها بالكامل. واضح الموضوع شغال وبقوة. طب هل ده يخليني انا الان يخليك تقف مع البلد؟ يخليك مستمر في التصدي؟ يخليك صامد مع بلدك؟ تتأكد كل يوم ان عندك تحديات. عندك تحديات. لو انا هنا بتكلم في بلدي بتكلم هنا كمان في المملكة العربية السعودية وموسم الحج. الناس اللي جايين من بقاع الدنيا هم مش عندهم تحدي امن هنا؟ عندهم. عاملين اجراءات غير مسبوقة. ليه؟ مش عايز هفوة، بمعنى كلمة هفوة تحصل. لأن هفوة أنت عندك ملايين بتتحرك لو حصل أي شيء بيعمل لا قدر الله. وبالتالي هنا عاملين إجراءات وهتشوفوا بعد شوية العرض العسكري اللي هي القوات. الوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز آل سعود كان حضر أو بن سعود حضر عرض عسكري للقوات المكلفة بتأمين ضيوف الرحمن. طب هما لما بيعمل العرض ده بوري قواتي بتعمل ايه؟ طيارات وتدريبات، لو عمل حصل بنتعامل معاه ازاي، وكمان رسالة طمأنينة لضيوف الرحمن اللي احنا كلنا منهم من دول الاسلامية موجودين. فبنديهم كمان رسالة طمأنينة ان قواتنا مستعدة وجاهزة لمواجهة أي خطر لا قدر الله أنه ممكن يحصل هنا في الأراضي المقدسة. في هذه زي ما بقول لك حركة أفواج. وإحنا النهاردة في الحرم بسم الله ما شاء الله هو ده. فزي ما بقول لك دي التحديات اللي بتواجهنا كلنا، بتواجه شعوبنا، بتواجه بلادنا. لكن هل هذه التحديات تخلي البلد؟ لا. فكر حضرتك النهاردة انت في 2019، ارجع بالذاكرة 8 سنين، ارجع لشهر 8 2011، زي الايام دي من 8 سنين. ارجع، انا بفكرك. عارفين زي الايام دي من 8 سنين كان بيحصل ايه؟ كان جمعة قندهار مرة، جمعة الشريعة مرة، جمعة مش عارف ايه تسليم السلطة مرة، جمعة اقالة الحكومة مرة،
جمعه كان كده، واحنا بلدنا مش عارفين حصل فيها ايه، كان كده مش كده، ده اللي كان بيحصل، ده اللي كان بيحصل. انا برجعك 8 سنين عشان تفتكر كان بيحصل ايه زي دلوقتي. وطبعا قطع الطرق، بتدور عايزين يا جماعه بنزين، عايزين فين الكهرباء قطع، الاكل يا جماعه والقمح، بندور على دولارات عشان البلد والناس والعيشه. مش كده، مش كانوا بيثبتوا الناس في الطرق وياخدوا عربياتهم وولادهم بيثبتوه؟ مش كده، مش ده اللي كان في البلد؟ انا بكلمك على 8 سنين، ارجع 8 سنين بالظبط زي الان دي، شوف وضع البلد. طب شوف النهارده شهر 8 2019، احنا بنتكلم على ايه؟ بتكلم على مشروعات، بتكلم على افتتاحات، بتكلم على شغل، بتكلم على الحمد لله. ايوه طبعا، نعم، امن، استقرار، سياحه، استثمار، فرص عمل. ده ما كانش موجود، كان كله هرب، كله كان هرب، شركات قفلت، السلام عليكم، بلد دي ما فيهاش امن، كله قفل ومشي. مش كده، ده اللي حصل، وبداوا يرفعوا عليك قضايا، وبداوا يقادوك وياخدوا قد كده، ده اللي كان بيحصل. طب النهارده الفارق ايه؟ الفارق لا مقارنه على الاطلاق. اللي حصل في مصر النهارده ما اقدرش اقارنه ابدا ابدا. اقدر اتكلم عملنا ايه وبدانا نوصل لك. لا، واستنى، اصبر، اصبر شويه. ليه؟ اصبر اللي جاي. ما انا اصبر اللي جاي ايه؟ بشوف المصريين اللي في القرى المحتاجين، حتى بطاقات التموين بتاعتهم، حتى الدعم بتاعهم، انا بتعامل ازاي مع المنظومه دي عشان اروح للمستحق الحقيقي. لما فيه 8 مليون مش بطاقة حقيقية، وهمية، تخيلوا، ناس رضت على نفسها 8 مليون واحد أو بطاقة وهمية بتتصرف وبتصرف فلوس، شوفوا قد إيه، قعدوا كام سنة ياكلوا حرام حرام، حق ناس هي الأحق بيه كلوه حرام. رقم، مين اللي عمل ده؟ مين اللي ضرب ده؟ ومين مين اللي عمل ده؟ وانا كمان لو انا بتكلم بقى بشفافيه، اتمنى انه نقدر نقول يا جماعه مين اللي عمل دول؟ مين اللي ضرب الحاجات الوهميه دي؟ ما دي ده مال الناس، مال البلد. مال البلد ما يبقاش مال سايب واسيبه خلاص والوقت الحزب. لا، ليه؟ ما تقولوا للرأي العام. وأنا بأتمنى من الدكتور علي مصلحي وزير التموين يقول لنا، أو جهات الرقابية، هيئة الرقابة الإدارية اللي شغالة على هذه المنظومة وهذه المعلومات، ما تقولوا لنا 8 مليون دول مين اللي عملهم؟ مين اللي ضرب الكلام الوهمي ده؟ وضحوا لنا الحكاية يا جماعة، وحاسبوا الناس وخدوا إجراءات. ما هم